نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة ضيف، ومعنا عبر الإنترنت من الدار البيضاء المحلل السياسي إدريس القصوري للحديث عن الاعتراف الدولي بشرعية قضية وحدتنا الوحدة الترابية للمغرب والانتصارات المتوالية للدبلوماسية المغربية. أهلا بك أستاذ إدريس القصوري. أهلا وسهلا، شكرا. ما الذي تعكسه هذه الدينامية الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية على مستوى ترسيخ الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء المغربية؟ هذا الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على كامل ترابه بالصحراء كاملة هو بطبيعة الحال وكما أكدتم هو انتصار كبير، وهذا الانتصار الكبير يعكس جاذبية للمغرب الآن على المستوى الخارجي. هذه الجاذبية لم تأتي من فراغ وليست وليدة اللحظة، فهي تعكس بأن المغرب أصبح بالفعل من صانع الاستراتيجيات، ذلك أنه على مدى 20 سنة منذ 1999 إلى اليوم يتضح بالملموس أن المغرب أحسن التعامل مع المتغيرات الدولية وأصبح أكثر فاعلية في الظروف الدولية وأحسن تكيفا، وهذا ناتج عن فهم منهجي صحيح سليم ودقيق للأحداث والمتغيرات، وهذا الفهم بنت عليه رؤية ونمط جديد وفاعل من الدبلوماسية المغربية، ذلك أن المغرب على مدى 20 سنة من الجهود المتواصلة في مجموعة من القضايا الدولية، مثلا الإرهاب، الهجرة، الطفولة، المناخ، حقوق المرأة والمساواة، ومحاربة كل أصناف الجريمة من المخدرات والتجارة بالبشر وغسيل الأموال وكل هذه القضايا مع شراكة اقتصادية، جعل بأن المغرب يستثمر هذه الأهداف المحدودة ولكن في أفق استراتيجي من أجل الأهداف والمصالح الاستراتيجية المغربية، وهذا ما أعطى تراكم في الأهداف أدى إلى هذه النتيجة بطبيعة الحال مع استراتيجية مغربية دبلوماسية تحسن توظيف الفرص والتقاءها. دكتور قصوري، هذا هو السؤال الموالي، هذه الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية ممثلة يعني في حلقاتها الأخيرة في الاعتراف الأمريكي وأيضا في عدد القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وصلنا إلى رقم مهم 19 قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وما يزال الخير أمام. ما هي عوامل انتصار هذه الدبلوماسية؟ ما هي ربما الشروط التي نضجت وما هي الآليات التي تشتغل بها هذه الدبلوماسية حتى تحقق كل هذه الأهداف في مرمى الخصوم؟ أولا أشكركم على هذا السؤال. لن نتحدث عن العوامل الداخلية لأنها كثيرة جدا على مدى 20 سنة وتوجت بدستور 2011 وبمقتضياته ومضمونه، وتوجت ببنية تحتية، توجت باستحقاقات انتخابية نزيهة وشفافة، توجت بإصلاحات سياسية واقتصادية، توجت بتوسيع مجال حقوق الإنسان والتطور الملموس في الحريات على المستوى الخارجي. هناك نمط من التعامل الدبلوماسي مؤسس على مبادئ وأسس متينة لها المصداقية، وبالتالي الإيمان بالشرعية والمشروعية، الاعتماد على الأمن والسلم والحوار، المشاركة الفاعلة في القضايا الدولية، الجاذبية في الوساطة، مثلا نموذج ليبيا، التعامل بجدية مع كل القضايا الإقليمية، حسن استثمار الموقع الجغرافي الجيوسياسي للمغرب، وكتضييق الخناق على الأعداء، ربح المعارك. نعم، عفوا على المقاطعة، حينما نتحدث عن كل هذه المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، لا شك أن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين هي عزلة خصوم الوحدة الترابية للمغرب،
عزلة الطرح الانفصالي، كيف ينظر العالم اليوم إلى الحقيقة المرتبطة بهذا الملف؟ المغرب كذلك نعم، المغرب من خلال مبادئه كذلك اعتمد على الحق التاريخي، اعتمد على الواقعية وعلى العقلانية، اعتمد كما قلت على الشرعية والمشروعية، وبالتالي كانت له مصداقية وانخرط بشكل جدي وبمجهود جبار في حل المشاكل الدولية، وكانت له استباقية في مجموعة من المبادرات للتخفيف من مشاكل وتحديات مجموعة من الدول، وبالتالي أصبح مساهما وأصبح مفاعلا فاعلا. هذا لم يتوفر لدى الخصوم لأنهم يعيشون فراغ، وبالتالي لا يشاركون في المشاكل الدولية، ولم يحسنوا التكيف، وظلوا سجين أطروحات ماضية متآكلة غير أطروحة العصر التي تريد المساهمة وبالتالي المبادرة. إذن شتان ما بين وبين الخصوم. واضح. نعم، شكرا لك الدكتور إدريس قصوري. شتان ما بين الدبلوماسية المغربية وطبعا المملكة المغربية وما بين خصوم الوحدة الترابية. شكرا جزيلا لك.